اهلا بيكم يا جماعه. نقدر نعرف ازاي نقسم الهارد بتاعنا حتى لو كان في السي من غير ما ننزل ويندوز، او من غير ما تروح لراجل ويقول لك لا لازم تنزل ويندوز جديد بدرايفرز جديده وكل الحكايه دي بطريقه بسيطه جدا وتخلص في ثواني. البرنامج اللي هنستخدمه اسمه اس تي اس بارتيشن ماستر. ده برنامج سهل جدا وصراحه بسيط. المشكله ان هو مش فري بس فلازم ننزله من تورنت لو عايزين نسخه كامله. في نوعين اس اس بارتيشن ماستر واس اس داتا ريكفري. في كذا كذا حاجه تبع الشركه دي اس اس داتا ريكفري عشان يرجع الداتا. فعندي كذا فيرجن هنا فبختار فيرجن ده مثلا ماجنت داونلود وينزل. وبعد ما ينزل كل واحد وليه طريقه تنزيل. فده الانستول وبختار نكست 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 على طول. وبعد كده الكراك بتاعي اكس باس 16 وانقل الفايل دي سي بروجرام فايلز اس اس في البين فولدر. ولو قال لي ريبليس يبقى انا كده في مكان ده عشان هيعمل ريبليس الفايلز ودوس ريبليس. لما اجي افتحه هنا هيبان كل الديسكس بتاعتي اذا كانت فلاشات او هاردات او كل حاجه. فديسك زيرو ده اول واحد وبعد كده ديسك 1 ده تاني واحد. ودي البارتيشنز بتاعتي الاي والدي. فلو انا عايز ازود ده مثلا المساحه بتاعته هاخدها منين؟ هاخدها من الفري سبيس بتاعت اللي بعديه. في عندي طريقتين عشان اقسم الحته دي. فدوس رايت كليك ريسايز ومن هنا ده اللي قبليه وده اللي بعديه، او من هنا على طول المساحه على طول. ولو العلامه التعجب دي باينه معنى كده انا عشان انا اعمل الاوبريشن دي لازم اعمل ريستارت. فنقول مثلا عايز اعمل ريسايز للمساحه دي اوكي وادمجها هنا على طول. فاجي الاوبريشن الاولى هتتعمل الاوبريشن الثانيه وادوس ابلاي ويعمل كل حاجه. ولو علامه التعجب دي موجوده هيقول لك ان هو لازم يعمل ريستارت وتدوس اوكي ويعمل ريستارت ولازم يسيب الجهاز. الموضوع بيبقى فيه ريسك شويتين ما دام عمل ريستارت لكن بتبقى احتماليه صعبه ان يحصل مشاكل يعني. فهنا بيكون عندي بارتيشن بتاعتي وهنا فايل سيستم اذا كان ان تي اف اس او 32 او ايا كان نوعه المساحه بتاعته واليوزد بتاعتي والانيوزد والستاتس اكتف اللي هو بيعمل بوت منه والسيستم اللي فيها السيستم فايلز والبوت اللي بيعمل الويندوز اللي بيروح للبوت منه والتايب اذا كان جي بي تي او ام بي ار. والام بي ار فيه منه برايمري ولوجيكال. الهارد الام بي ار ما ينفعش اكتر من 4 برايمري والويندوز ما بينزلش الا على برايمري. طبعا اللينكس الدنيا مختلفه خالص. الان الوكيتد معنى كلمه ان الوكيتد يعني مش متحدده تبع اي حاجه. وبي في عندي كذا اوبريشن بقى ان انا اعمل كلون بارتيشن انا اخده كوبي لحته ثانيه وميرج بارتيشن انا ادمجه مع بارتيشن ثاني كونفرت اللوجيكال احوله تشينج ليبل اغير كلمه الداتا دي تشينج درايف ليتر يعني لو انا مش عايز اخليه دي عايز اخليه اف جي اتش اي حاجه. وهنا سيت اكتف تشيك بارتيشن لو في اي مشاكل فيه اعمل تشيك عليه. هاي بارتيشن انا مش عايزه يبان ديليت بارتيشن يعني اشيل اصلا البارتيشن ده واعمل له فورمات. وفي الوايب. الوايب لو انا عايز مثلا ابيع الهارد وعايز امسح كل الداتا فلما انا بدوس الاوبشن ده يقول لي عايز تعمل وايب كام مره للبارتيشن ده. واكسبلور بارتيشن والبروبرتيز بتاعتي. ولو انا عايز اعمل بارتيشن مثلا كمان من المساحه الفاضيه دي فبحدد كده بدوس رايت كليك كرييت بارتيشن والاسم اللي هيبان وعايز ياخد انه ليتر واذا كان برايمري او لوجيكال وكلاستر سايز والفايل ان تي اف اس ولا فايل 32 وادوس اوكي. ونفس الحكايه لو انا عايز اعمل كده مع الويندوز طبعا هحتاج اعمل ريستارت. وفي بعض الفيرجنز في وين بي بوتبل ديسك ده لو انا عايز اعمل بوت للبرنامج ذات نفسه من بره الويندوز. فبحط الفلاشه وادوس على الاوبشن ده واختار يو اس بي واختار الفلاشه بتاعتي وادوس بروسيد. بس اتمنى انكم تكونوا استفدتوا. شكرا.